نقول بأن انتخابات ما شابتها شوائب الفساد وشراء الدمن وما إلى ذلك، هذا الشيء لا يعادل هذا النقل، لا يمكن أن يكون سباقا إليه إلا العارف أي المثقف والمثقف. وطبعا كلياش نقول كذلك لمعطاء فيما يخص الحوار الوطني حول التراث الثقافي، ثم كذلك أشياء كثيرة بالفرنسية، ثم وضعت هذا دركته خلفي مخطط عمل وزارة الثقافة لفترة 2010-2011. بمعنى المادة موجودة وهي مادة خام، يمكن نعتبرها خام، ولكن تعطي تتكلم عن تجارب لمشكل وهو الاستمرارية غير موجودة. غير موجودة. ولهذا تترون كنا أقف عند هذا الحد، لأنه من بعد خليت كذلك واحد النص ما يستحق أن أقرأه لكن لن أفعل. هي دي حصيلة وزارة الثقافة خلال سنتين ونيف. وهذه هذا النص أعدد به فيه رقم بالترقيم ماذا استطعت فعله أو كنت حفازا أو حافزا إليه. أعطيكم هي مثال: تجديد موقع الوزارة الإلكتروني، إحداث قانون المؤسسة الوطنية للمتاحف، استئناف أشغال بناء المتحف الوطني للفنون المعاصرة اللي هو الآن يسمى متحف محمد السادس، ثم كذلك المعهد الوطني للموسيقى والكوريغرافيا، وذلك بعد توقف في سنوات. أنا عندما سميت في هذا المنصب وجدت ما كان يلزم أن يكون المتحف الذي أشرت إليه في حالة انسداد، لا شيء، إلى حد أنه جاج الملك نداني مرتين باش يقول لي، قال لك هكا الفرنسية il faut activer la construction de ce musée etc. وكل شيء هنا مرقم وقابل للتحقيق والتحقق. هذا من جهة. وثم كذلك نعتبر بأنه شنو تحصل، احنا عدنا في تاريخ الثقافة وهي ترتبط بمن كانوا قيمين عليها، يعني رحمه الله عليه محمد الفاسي كان هو الأول. طبعا هو اشتغل كفقيه كعالم ولكن تولى هذا المنصب ولم يكن مخيبا للأمل، لكن فيما في أفقه وفيما هو قادر عليه. جاء بعد هذا تحكم شي شوية بوحنيني رحمه الله عليه، وكانت يعطيه فلوس بركة من وزارة المالية واحد قدر يعني مالي لتشغيله أو للوزارة، فكان يأخذ هذه البركة وتردها لوزارة الثقافة، تقول لهم أنا إلى فرقت هذه البركة راضي استفدوا منها الملاحدة والشيوعيون وما إلى ذلك. هذا الشيء فعلا نشيته، فكان يرجع إليهم. كان واحد المرور سريع ديال البشير والأخت بناني ولكن فترات وجيزة جاء على رأس هذه الوزارة آخر اللي مستواه التعليمي كان باك بلس أ، وهذا ماشي لا الداعي ما ليس موجودا فعلا، هذا معترف به حتى من طرفي المعني بالأمر. وبعد ذلك كان سي محمد طبعا كان تيشتغل في المجال ديال المهرجان ديال الأصيلة، ها سي بن عيسى،
واللي ممكن المشكل هو هذا بالذات، بمعنى كاين واحد التسلسل ديال الوزراء، منهم من ترك بعض الاثر ومنهم من لم يترك شيئا ابدا في مجال تلبيتي او تعريفي الثقافة رافعة من روافع او رافعات التنمية. ايوا ما كنحتاجش نكمل السلسلة، راكم تتعرفوها، حتى وصلنا مع عبيبة ومع الأعرج ومع هذا دابا اللي اليوم موجود، ولينا مع طوطو والثقافة هي طوطو والى اخره. اذا في واحد الخط انحداري لكل ديال التلاشي، والان حقيقه لاعاده الصحه والقوه للثقافه لا بد من انتفاضه، ولا بد من القيمين، ولا بد من رجال. ما عرفتش يقولوا رجالات على رجالات بالتأنيث، رجال ونساء، باش يمكن فعلا ان ما يمكنناش في هذا المجال هذا نتوهاون او نتواكل لا ابدا. ولكن شنو اللي يدع الامور باثرها يعني في مجال النشر، في مجال الابداع، في مجالات الفنون الى اخره. ولكن هذه الثوره كنا نسميها انتفاضه ولا ثوره، خاص يعني من يقوم بها وبالشكل يعني القوي، على اساس انهم يؤمنون بهذه الرساله وعليهم بأن يؤدوها. وأخيرا ما كانش الآن ما يمكنش، ما فيش حيز، يعني خليت أشياء ولكن أجهضت. أنا مثلا ها هو قلت من أجل إقامة تماثيل في مدننا، نداء باسمي هذا، وكتبوه بالعربية الفرنسية وحتى شوية حتى بالإنجليزية. هذا الزمزمي رحمة الله عليه هو الوحيد اللي أجاب. هذا المقترح من طرفي أنا ذكرني لا يجوز شرعا، لا يجوز هذا مكان. ثم بعد ذلك بضعة شهور أو عام كذا توفاه برحمته، وبقيت الآن خاوي الوفاض حيث نقول تماثيل. الشيخ أزهر الطنطاوي جمعتني به واحد المناسبة وسألت وطرحت عليه هذا السؤال، هل يجوز شرعا من جهة أو من حيث العقيدة ومن حيث الدين ومن آخرين؟ قال لي جوابه هكذا، قال يا سيدي مادام أن التماثيل التي ستقام ولن تعبد من دون الله فهي حلال، وحنا أرض الكنانة تماثيل في كل حتة، في كل حتة، وكذلك يعني في كل بلداننا الإسلامية إلا المغرب. أنا حيث قلت أنت طبعا تقول لجنة ديال نزهة التماثيل، أولا للذكرى للتذكير، وثانيا لجعل الشباب يتعرفون يعني عليهم ولو في شكل يعني ابتدائي. فهذا الان مشروع ما توفقش فيه، ولكن الى مشيتي من الجزائر الى كوالالمبور، عجيب هذا، مرورا طبعا بتونس ومرورا بأرض الكنانة مصر والعراق وسوريا وكل بلدان العربية الإسلامية، تجد هذا يعني ممارسة سيارة قائمة إلا في المغرب، إلا في المغرب. وما كانش حتى شي فقيه يجي يقول لك بأنه ها هذا حرام وهذه ماشي تماثيل، هذه أصنام وغادي نخرج. ما كاينش حتى شي واحد ما جاوبش، ما عطاش يعني اعتراض، ولكن قائم على الشريعه الاسلاميه وعلى الدين الاسلامي، لان الشتانه ما بين الصنم والتمثال. الصنم وفعلا كانوا يعني في الجاهليه او في الجاهليه يعبدونهم، راك عارف
ولكن هذا ماشي لهذا، هذا فقط عند للذكرى اولا، وثانيا وهذا شيء مهم يعني ان نفعل ما يفعل في كل البلدان الاسلاميه ولا حرج. والمعول عليك. وشكرا، شكرا كثيرا. شكرا استاذ حميد.